مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف نعرض لكم العلامات التي سوف تدلنا على أن أنثى البادي حامل وسوف تضع البيض. توجد علامات كثيرة ومنها تلقيح الذكر للأنثى، ولكن التلقيح يجب أن يكون أكثر من مرة في اليوم وبشكل مستمر يوميا حتى نتأكد أن الأنثى سوف تضع البيض. وأيضا دخول الأنثى للعش كثيرا، هذه تعتبر من علامات تجهيز الأنثى للعش واستعداد للتزاوج، ولكن هذه العلامات قد لا تكون صحيحة. أكثر مربي البادي يلاحظ أن الذكر يلقح الأنثى وأن الأنثى تدخل للعش ولكن لا يوجد بيض. اليوم سوف أقدم لكم أهم علامة تدلنا وتؤكد لنا أن الأنثى حامل وسوف تضع البيض. طبعا هو وجود انتفاخ في أسفل بطن الأنثى، وهذا الانتفاخ يظهر طبعا بعد أن نلاحظ أن الذكر قد لقح الأنثى بشكل مستمر. وطبعا هذا الانتفاخ يوجد في الأنثى مع ملاحظة أن الأنثى تتحرك بشكل طبيعي. كما تلاحظون انتفاخ في أسفل بطن الأنثى، ونلاحظ أن الأنثى تتحرك بشكل طبيعي، لا يوجد مشكلة، لأنه يوجد بعض الانتفاخات في بطن الأنثى مثل احتباس البيضة، وهذا ما سوف نعرضه لكم بعد قليل. وأيضا يوجد انتفاخات في الطيور في بطن الطيور، وهو عبارة عن التشحيم ومشاكل أخرى. ولكن هنا نلاحظ أن الأنثى يوجد بها انتفاخ وأيضا تتحرك بشكل طبيعي وتدخل وتخرج من العش بشكل طبيعي. الآن سوف نعرض لكم الفرق بين الأنثى التي يوجد بها احتباس في البيضة. طبعا الأنثى التي يوجد بها احتباس أو انحسار في البيض نلاحظها أنها لا تستطيع الحركة، ونلاحظ أنها يرتجف جسمها ولا تستطيع أن تتحرك من مكانها. هذه أنثى حامل ولكن يوجد لديها مشكلة، هو انحسار البيضة في بطنها. ويمكن ملاحظة الفرق بين الأنثى الطبيعية التي تحمل البيض وبين الأنثى التي يوجد لديها مشكلة انحسار البيض في بطنها، وهذه مشكلة يجب أن تحلها بسرعة وأن تخرج البيضة من بطن الأنثى، ولا سوف تموت الأنثى بسبب انحسار البيضة في بطنها. كما تلاحظون الأنثى في زاوية القفص لا تستطيع الحركة. طبعا هذه الأنثى قد تم إخراج البيضة، كما تلاحظون تم إخراج البيضة من بطنها. الآن نعود للأنثى، هذه الأنثى، ونلاحظ تصرفاتها، ونلاحظ أيضا الانتفاخ في أسفل البطن. نلاحظ أن الأنثى تدخل إلى العش بشكل طبيعي وتتحرك بشكل طبيعي، هذا يدل على أن الأنثى تحمل البيض في بطنها ولا يوجد بها أي مشكلة، بعكس الأنثى التي تحمل البيض في بطنها ويوجد لديها انحسار. نلاحظ أن الأنثى التي يكون لديها انحسار في البطن انحسار البيضة في بطنها لا تستطيع الحركة.
بعكس هذه الأنثى. طبعا يجب أن نلاحظ على أسفل البطن الأنثى، وأيضا نلاحظ أن الأنثى تحاول الدخول إلى العش، هذا يعني أن الأنثى تريد أن تضع البيض. الآن سوف نقوم بمسك الأنثى، فحص أسفل البطن. وأيضا كما تلاحظون أن الأنثى التي لا يوجد لديها أي مشكلة في انحسار البيض، نلاحظها تتحرك وتقاوم بشكل قوي. كما تلاحظون الانتفاخ في أسفل البطن، ونلاحظ الأنثى التي لديها انحسار في هذا المقطع في هذه الشاشة الصغيرة أنها مستسلمة ولا تقوم بأي مقاومة. نشاهد هنا الفرق. كما شاهدنا الفرق بين الأنثى الطبيعية والأنثى التي لديها انحسار. نلاحظ أن الأنثى تريد أن تدخل إلى العش ولكنها خائفة من التصوير. الآن نحاول أن نفتح العش. سوف نلاحظ أن الأنثى قد وضعت البيض. وإليكم بعض المقاطع لبعض الطيور في غرفة المحمية، محمية التربية. هذه أنثى لديها فراخ، لقد تم وضع الفراخ في أرضية القفص حتى تتعلم الأكل بنفسها وتعتمد على نفسها. وسوف يتم عزل هذه الفراخ قريبا عن الأم والأب، لأن هذه الفراخ أصبحت معتمدة على نفسها وتأكل وتشرب
بنفسها، وأيضا تستطيع الطيران. نتمنى لكم الفائدة ونترككم مع باقي هذا المقطع.